السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم والحلقة الأسبوعية. ما زلنا نواصل استضافة نجوم وأهرام الأحياء العتيقة اللي أعطوا الشيء الكثير والمثير داخل الوطن وخارجه، كما ضيفنا لهذه الحلقة فهو من العيار الثقيل. ضيفنا اليوم هو الأستاذ مصطفى هنيني. مصطفى هنيني من الممثلين اللي أصبح لهم صيت في الساحة الفنية، يتميز بحس فكاهي رفيع أنجبه الحي العتيق درب غلف. مرحبا سي مصطفى. مرحبا مرحبا، تحياتي، السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد، نتمنى إن شاء الله يبزعتكم الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله. آمين آمين آمين، وإياكم ولجميع الأحباب في جميع بقاع العالم. السي مصطفى، أنت ولد درب غلف أصلا؟ أنا ولد درب غلف من عن جد، يعني الأب ديالي وجد ديالي كما ولد درب غلف. نعم، يعني ماشي ولد درب غلف، ولد ولد درب غلف بير، يعني ولد درب غلف أوريجين. قح قح أوريجين قح قح قح. السي مصطفى كبرنا مرحبا. نعم السي مصطفى، اعتقد انك كبرتي في الزنقه 10 اعتقد. لا انا كبرت في الزنقه 7. الزنقه 7. انا الزياده ديالي في الزنقه 17. الزنقه 17، انت كنتي جارنا، احنا كنا في 18. انا الزياده في الزنقه 17، ولكن الوالد تحول للزنقه 7. باب قدر الله يرحمه، باب قدر الله يرحمه، هذا حسن طوطو الله يرحمه. الله يرحمه رحمه. سي مصطفى، لو ذكرنا كي كانت الطفولة، وذكرنا كذلك بالمجموعة ديال الحباب اللي عايشتهم في الصيبة ديالك. أنا من مواليد 1964، طلعت الحلف زدت في درب غلف وكبرت في درب غلف، قريت في مدرسة ليلة أمينة اللي كان لي حدا الحطيئة. نعم. الإعدادي قريته في دوماس. نعم. والثانوي قريته في الواحة. نعم. والكلية قريت في كلية عين الشق. نعم. يعني الطفولة ديالي كانت يعني كان بحال جميع الأطفال، كتعرف كنت أنا واحد مشاغب، كنت قبيح من صغير. نعم، نتذكرها. وكنت قبيح بزاف، ولكن قبيح ماشي بمعنى قبيح، المهم قبيح وصافي. نعم. الجانب السلبي اللي كان هو ما مبليش. نعم نعم، وهذا ما كانوش عندك. نعم. لان كنت انا كنمشي بزاف لدار الشباب ديال درب غلف. نعم. لعبت، كنت كنلعب في زقرب. نعم. لعبت الهون، لعبت الهون فيها، ولعبت الملاكمة، ودرت فيها فن التصوير، ودرت فيها المسرح. نعم. يعني خير كبير على ديك دار الشباب درب غلف عليا انا خصوصا. هذيك اننا ما مشيناش الطريق. نعم، هذاك المكان اللي كيتعتبر واحد المعلمة اللي نقذات واحد المجموعة كبيرة من الشباب ديال درب غلف فعلى جميع المستويات. تماما. انا كنت من الدراري اللي كانوا في فلاش ديالي، كان شوقي، كان كرام. نعم. كان ولاد الحسن طوطو كاملين، عزيز، سي محمد، الحاج عبد الله، ماجي. نعم. عطار. نعم. بزاف تونسي. نعم. كان بزاف بزاف بزاف، جرموني، دريس اوبيلا. نعم. دريس اوبيلا بزاف بزاف، انا كاين بعض الخطرات اللي ما غاتذكرش الاسماء ديالك، ولكن الدراري ولاد الدرب غلف كلهم اللي لعبت معاهم كرة، واللي قريت معاهم، واللي دارج معاهم. نعم نعم، ومن نومان نيت. من نومان اللي كان دوزنا واحد الحلقات زوينة في الحلاقي. الحلاقي انا ما نكذبش عليك، نقول لك مثلا انا المسرح تعلمته. نعم. في الحلاقي. نعم نعم، لان انا كنت كنمشي للحلاقي، نحكي لك انا واحد الحكايه طارت لي في الحلاقي. نعم. كنمشي للحلاقي، كنتفرج في الحلاقي. نعم. وكان واحد خين كيقول لي عقلت عليه، سميتو الغوتي، كيدير الغوتي ديال كيبيع الحجابات، وكيدير الالعاب السحريه، وكان كيخرج هذاك. نعم. وكنت دائما كندخل نخدم معاه في الحلقه. كان كيبرك حدا عمر العيار.
اي حدا عمر العيار كان كيجي كيقول الدراري شكون اللي غادي يدخل هذا، وكندخل انا وكيقول لي اش بغيتي، كيجبد لي زعما، ولكن انا كنتفق معاه كيقول لي قول راه اليوم راه كاين التفاح، قول التفاح اليوم راه كاين البنان، وديما كيلصقني كيدير واحد كيوريه واحد الحجاب العام زعما كيلصق كنلصق نعم. وكان كيعطيني 40 ريال هذيك الساعه انا عندي شي 11 عام 12 عام. وصراحه الحلقيره لعب واحد الدور كبير على واحد المستوى، خاصه المستوى ديال المسرح، ان جميع ابناء الحي العتيق اللي يعني مارسوا هاد الهوايه هذه في البدايه في مسرح الهوات انطلقت من تما. شوف ملي كنتي كتمشي تشوف الحلقه كتلقى مجموعه ديال الانواع، كتلقى الغناء، كتلقى التمثيل، كتلقى الحكايه، كتلقى البوكس عقل صغير، كتلقى الملاكمه، كتلقى كل شيء اللي بغي، كتلقى دوك اللي كيبيعوا الدواء، يعني مجموعه ديال الحوايج اللي يمكن انك الحلاقي يموت كل واحد والشكل ديالو. انا باقي نعقل كان واحد الرجل كبير كيعاود القصص، كيتفرجوا فيه غير الناس الكبار، كيجيبوا الكراسه، في البلاصه دابا فين كاينه السيبر ديال التعليم، خاصه كان كيبرك هو وراء السبيطار، كان كيورق وراء السبيطار ديال كنا نبركوا على السبيطار، كيجي هو مورا العصر العنطريه، لانه كيتسنى العنطريه والازاليه كيجي ومو جالسين، وكيجي هو بحال لا فهمتي شي فيديت ديال المسرح، كيجي وكيعطي راه عنده واحد الهيبه تبارك الله، وكيجلس وكيبقى يحكي، وانا كنت كنتدرب لانه من نوع الدراري الصغار يدخلوا عنده للحلقه، كنت كنتدرب فواحد البلاصه كنتصنط لهذوك الحكايات ديالو، كيحكي وملي كيسالي كيجمعوا الفلوس، النجار الكبار تقريبا واحد 25 واحد ولا 30 دي مجموعه كتجمع الفلوس كتعطيهم لي وعاود ثاني الغد، وديما كيخليها لهم في اللقطه الواعره، دائما يخليها في اللقطه الواعره ويقول لهم نكملوا باش يجيو باش يجيو السي مصطفى فين هذا النوع فين هذا النوع ديال الحلاقي ما بقاش. نعم السي مصطفى، اللي بغينا نعرفوا على السي مصطفى وهو كيفاش بدات انطلاقه ديال المسرح، خاصه مسرح الهوات. كنت انا كنت كنلعب في الزقرب، حياه البيضاوي، ديك الساعه مينيم، مينيم كاضي، وفي الليل كنت كنجي كندير الملاكمه مع صالح لتقريبا، صالح صالح اللي كان في ليديار، كندير الجمعيه ديال الملاكمه، وكان عندنا واحد الفقيه في درب غلف سميتو عبد الحق، كان في الجامع اللي كنقول لك قبل في زنقه 12، زنقه 12 وزنقه 12 وزنقه 11 ما عقلش، المهم الزنقه اللي فيها الفران، الزنقه اللي فيها الفران 11، باقي زنقه 12، وكان كيدير المسرح، وكديما كنتلاقى معاه وكنبقى نهضر معاه، وكيقول لي شتي انت مزيان دير المسرح باش تحيد منك هاد القباحه. هذا هو السبب. واحد النهار انا كديز، كديز خارج من لاصال وانا نلقاه، لقيتو هو دخلني كيديروا مع عندهم فرقه ديال المسرح، كان ديك الساعه سميتها جمعيه الدائره، واللي كان كيترأس هذيك الساعه هو عبد اللطيف خموني الممثل القدير، عبد اللطيف خموني، هما كانوا جوج تمايا، كانت ديال القديري وكان ديال سميتو كنت العرائس في العرائس اللي كانت عنده واحد المستوى فائق. هو خمولي ماشي دابا هو خمولي، ماشي ولد درب غلي، خمولي ولد المدينه، ولد المدينه، ولكن هو جا من المدينه، الجمعيه ديالو جا من المدينه وكيدير المسرح في درب غلب، وكنا كنشتغلوا معاه، كيجيو نجيبوا معاه شي عناصر من المدينه، وكانوا معاه ولد درب غلب، وانا دخلت معاهم في هذيك الفرقه ديال المسرح الدائره. يعني انت ما مارستيش مع سوقه، لا سوقه كنت كنشوفه داكشي، ولكن ما مارستش معاه،
كان في العرائس وقبلي كان في العرائس كان هو رئيسها نعم كان حسين الله يرحمه حسين حسين كراوس كيدير الاغاني الهنديه اييه حسين كراوس ديك الساعه كان يدير الهوندو نعم كان معنا في الهوندو كان كيدير الهوندو كان كيدير البلاي باك ب وتو هذاك تو خدمت معاه نعم خدمت معاه في الجمعيه ديالو كنديروا اغاني هنديه وكنبقاو نغنيه وكذا ونلبسوا الملابس انا واحد صديق عزيز اللي كنقدم ليه التحيه في هذا النهار هذا هو مرحبا عبد الواحد نادين نعم ولد زنقه تسعوه نعم تو كان كيدير معنا المسرح وكان كيدير معنا الاغاني الهنديه نعم هذا هو هذه هي البدايه ديالي هذه هي الانطلاق البدايه ديالي مع هذه الانطلاق ومن بعد مشات المسيره هذه يعني هذه اللي مهدات لك هذه اللي مهدات لك الطريق انك باش تاخذها على مستوى دراسي كذلك انك تمشي تدرس هذا الفن هذا هذا هو ودرب غلف شوف درب غلف راه كان فيه تعقل عيوني نعم عيوني سي محمد نعم العيون هو كان فنان كبير كاين بزاف ديال الجمعيات اللي كانت تما كينشطوا نعم وجمعيات كانوا فيها دراري وافراد مستوى كبير رغم انهم يعني ما استمروش في ميدان التمثيل نعم ولكن كانوا في الهوات افراقي في مستوى كبير في درب غلف نعم نعم السي مصطفى باش نحاول ناخذوا واحد شويه المعلومه ديال المسرحيه وهو كيفاش كان هذا الفن هذا كتفاعلوا معاه في هذيك الحقبه شوف ملي كانت على مستوى الممارسه هويه نعم فهمتي كانت نعم. الناس كتجي اول مسرح على تكوين كيكون لك الشخصيه ديالك نعم احنا 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 بفضل ديال المسرح نعم اننا كنا شخصيه عندنا شخصيه قويه نعم خلتنا اننا نقراو نعم اننا نمشيو بعيد في الدراسه نعم خلتنا اننا مثلا كيف قال لي هذاك الفقيه وما نساش ان ما بقيتش يعني نقصات عندي ديك القباحه نعم لان المسرح كيعلم يعني مجموعه ديال الاخلاق وهذا نعم. سميتو ادبيات نعم كيهذب الاخلاق ديالها كيهذب الاخلاق ديالك نعم يعني كنا وخصوصا الزر اللي عندي هو انني خدمت مع ذاك مع فرقة الخاموني كانت شبه محترفة علاش؟ نعم لأن كنا ندرس معاهم أنا جوج مسرحيات نعم وكنا كنديروا جولات في المغرب مع وزارة الثقافة نعم وكان كيخلصني نعم كان كيخلصني نعم كان كيخلص لك مجموعة كاملة كيتخلصوا نعم ديك الساعة كان كيعطينا 2400 ريال نعم كنا كنلعبوا كيعطينا 2400 ريال نعم يعني ما في البداية ديالي أنا ما عمري درت مسرح في أبور نعم مستمعينا فاصل ثم نواصل لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إنا هذا منكر نبان لكم غير الجوامع تسدوهم ها؟ واش هاد كورونا كاين غير في الجوامع؟ علاش تسدوا لينا الجوامع علاش؟ إيمان القلب ديالنا كان كيتحرك غير شوية خليه غير يفدفد وحلوا الجوامع حلوا الجوامع وصلوا في ديوركم لا خويا ما كنصليوش عاد كنطلبوا باش مسخكم الله الحباب نعجبكم الفيديو ديروا لنا شي قليب ولا عجبكم ديروا لنا جام ولا نعجبكم ديروا لينا يا نجدد الترحاب بكل من ألحق سمعه بنا أنتم دائما في الاستماع سيداتي سادتي إلى برنامج إطلالة على مغاربة العالم ومعكم وفي خدمتكم مصطفى زطاطي الإدريسي من الديار الأسترالية نعم صح يسمع شهر المسرح دابا الآن دابا بغيتي المسرح بغيتي تدخل المعهد خصك تكون عندك بكالوريا نعم دير بعد العالي نعم وهذا كيحيننا لهذا السؤال هذا وهو واش يمكن يعني هذا الشخص اللي كيهوى هذا المجال ديال المسرح والسينما الى غير ذلك واش يمكن لي انه يقدر يعيش بها وشوف يقدر ولكن بالخطرات كتجي شي ظروف صعيبه يقدر الانسان مثلا
ما يشتغلش. نعم. يقدر مثلا عطاك مثلا في هذه الجائحه اللي جات دابا ديال الكورونا. نعم. يعني انت الخدمه مثلا قلات. نعم. هنا كتبقى من الصعوبه علاش؟ نعم. لان ما عندكش واحد الصالير، واحد الصالير اللي هو شهري. نعم. يعني يمكن انك تخدم. نعم. وتخدم بواحد الثمن كبير. نعم. ويمكن واحد العام ما تخدمش. نعم. يلا تاكل ديك الفلوس اللي خدمتي بها. نعم. نعم. ملي كتكون ظروف بحال هكا، بحال مثلا نعرفوا في الحسن الثاني اللي كان ظروف قاسيه، بعد الممتنين اللي عندنا تحبسوا الانتاجات، تحبسوا المصراعه، ملي كتجي شي ظروف قايره بحال هكا هي اللي كتاثر. نعم. كذلك كاين بعض الممتنين ما كيخدموش بزاف. نعم. فهمتي؟ نعم. يمكن يعيش. هو شو هو الفن هو اختيار. ملي كتختار، ملي كتختارو كتختار الصعوبة ديالو والعواقب ديالو. نعم. انك كتمشي معاه. نعم. نعم. السي مصطفى كتعرف بان يعني الفترة اللي كنتو انتوما كتمارسوا فيها في البداية ديال الاحتراف ديالكم كان عنده واحد المغزى وواحد الهدف، لكن اليوم ولينا كنشوفوا العكس ديال ذلك، ان يعني هاد الفن هذا ولا محتكر من طرف واحد الجهات معينة وكتوظف غير اللي بغات. وشوف هذا موضوع شائك باش نهضر فيه. نعم. موضوع يعني فيه مجموعه من المسؤوليات، مجموعه من العوامل، مسؤوليه ديال مجموعه من الناس اللي مسؤولين بهذا الشيء. كاين مجموعه ديال العوامل اللي كتخلي الدائره. نعم. سكون من اليوتيوب، باك صاحبي. نعم. الناس مثلا كاين بزاف العوامل اللي كتخلي ما بقاش هذاك مثلا المسرح. نعم. المسرح كنا في واحد الوقت حنايا مثلا الا بغيتي تفرج مسرح خاصك تطلع ورقه 200 درهم. نعم. خاصة المسرح البلدي، ايامات المسرح البلدي. ما بقاش دابا عندنا الجمهور يجي ويقطع، ما بقاش. علاش؟ نعم. لان داك الختمية، فهمتي؟ نعم. وعاد تسند الامور لغير اهلها. نعم. وهذا هو هذا هو مربط الفرس كما يقال. يعني الان يعني الفن اصبح عنده يعني غير متوازن، وما بقاش كيعطي هذاك الفعاليه اللي كان يعني يعطي سابقا. باقي 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 المسرح نقول على مستوى التلفزيون يكون كاين هاد شويه ديال يعني ضعف المستوى وضوء. نعم. مش الطوق. نعم. ولكن على المستوى المسرحي مازال. نعم. كاين فرق مسرحيه كتشتغل بجد، مازال. نعم. كاين المسرح المغربي مازال شاد الطريق ديالها. نعم. نعم. السي مصطفى لو تحاول انك تعطي للمستمعين بعض الطرائف اللي حصلت معك في المسرح. ولكن كاين بزاف نحاول نذكر. اعطينا شي مثال هكذا لا على الحصر. نعم. كنا احنا في واحد النهار في مدينه الجديده. نعم. وديك الساعه كنا كنلعبوها في السينمات. نعم. ما كانوش المركبات الثقافيه بحال دابا موجودين، الحمد لله المركبات الثقافيه والمسارح في المغرب موجودين. نعم. كنا كنلعبوها في السينمات وهذيك الخشبه كانت صغيره. نعم. وزدنا فيها واحد الطرف بالعود. نعم. كانت مسرحيه سميتها القضيه فيها ان، كان فيها الفنان القضيه ميلود الحبشي ومصطفى الدسوكي. الدسوكي. ومحمد. نعم. حراقه. نعم. وكان ميلود الحبشي هو المخرج، وكانت واحد الحفره. نعم. في وسط هذيك لاسين. نعم. وكيقولنا الله يرحم لكم انتم هذه البلاصه هذه راه محفوره ما تقربوش ليها. نعم. الله يرحم لكم هذه البلاصه محفوره ما تقربوش ليها. نعم. مني بدينا المسرحيه هو اللي طاح فيها. هو العبر العبرة. يعني من النهار كامل هو كيوصينا، ولكن هو اللي طاح فيها. جميل. وكذلك كان موصاش راسو. وكذلك يعني كانت عندك بعد الأشغال مع المرحوم بن إبراهيم، وكنت يعني خبرني كذلك الأستاذ المخرج يعني المقتدر حميد برودان بأنه كان هو المخرج ديالكم
في بعض المسرحيات. حميد برودان يا سلام، هذا الشخص هذا عزيز علي انا يعني كنحترمه نعم. بزاف حميد برودان واحد الفنان نعم بكل صراحه اللي النجم المسرحي المغربي يعني ما عطاش حقه كثير يعني ما عطاش حقه لا لا هو يعني هذاك الابداع ديالو نعم. يعني مشى معاه من يخرج نعم. البرنامج مشى معاه هذاك الابداع نعم. هو مجموعه ديال الناس منه هو منه شفيق السحيمي اللي نعم كيضيع فيهم المغرب نعم. حميد برودان نعم. من الفنان اللي ضاع فيهم المغرب وما استفدش من التجربه ديالو نعم. خصوصا حنا ما استفدناش من التجربه ديالو بزاف نعم. انا خدمت في المسرحيه ديالو تزيره واحد المسرحيه عنده سميتها تزيره نعم يعني حميد برودان فنان كبير يعني بالمناسبه ديالي نعم نعم بالمناسبه راه كان هو اول ضيف الحلقه اول ضيف الحلقه ديال هذا البرنامج هذا هو اللي بديت معاه هذا البرنامج هذا وراه مره كندير معاه لقطات يعني عن طريق هذاك الجزل سلم عليه بزاف مبلغ نقول لك اسم مصطفى بزاف مبلغ التجربه ديالي مع محمد ابراهيم هي كانت تجربه يعني ناجحه نعم مسرح السخريه نعم كنا تجربه لانه كانت السبب ديال اللقاء بيني وبينه هو الاستاذ الكبير المسكين الصغير نعم نعم المسكين الصغير هو اللي اقترح اننا نديرو نشتغل انا وياه لان ابن ابراهيم في ذاك الوقت كان تعرض لواحد النقد بلادي عن طرف مجموعه من الصحف مجموعه من الصحفيين على انه كيدير التهريج وكيدير كذا وبغى يدير الستيل ديالو نعم تلاقينا ودرنا درنا درنا مسرح السخريه ثنائي سمينا مصطفى هنيني ومحمد بن ابراهيم نعم اللي دام واحد المده ديال 5 سنوات يعني درنا جوالات وكان كان ناجح 100% يعني نعم كان الله يحفظه الله كان رحمه الله عليه كان رحمه الله متميز ما شاء الله كان متميز وكان صراحه كيحط امام المشاهد هذيك الثقافه القحه المغربيه هذيك الثقافه البلديه الاصيله اللي تفقدات الان بقى الا معك انت واحد مجموعه قليله بن ابراهيم كانت عنده واحد الكاريزما خاصه يعني ما عندك بن ابراهيم عندك الدسوكين عندك القاص عندك عبد الوزير عبد الرؤوف هادو فنانين ما يتعوضوش فهمتي الاشكال ديالهم خاصه نعم 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 سي مصطفى ما بقيتيش غير في المجال المسرحي بل انتقلتي كذلك الى عالم السينما وعلى مستوى احترافي مستوى السينما المغربيه ما اشتغلتش فيها بزاف نعم. يعني نقول لك عندي واحد 6 ولا 7 الافلام المغربيه نعم. ولكن بالنسبه للسينما العالميه اشتغلت مجموعه اكثر من نقول لك 15 20 فيلم اجنبي اللي اشتغلت فيه مع رقم هائل هذا فرنسيه نعم السينما الإنجليزية، السينما الألمانية، السينما الفرنسية، وكذلك الأسترالية أعتقد. تشيكية، الأسترالية تايدا خدمتي جوج أفلام ديال الأسترالية، يعني مجموعة ديال الأفلام الأجنبية اللي اشتغلت فيها الحمد لله وكانت فيها أدوار متميزة. نعم، نعم، وهذا اللي جعلك يعني محبوب عندما درت واحد الإحصاء مع بعض الناس حول الشخصية ديال مصطفى حنيني فقالوا أنه يعني كيتميز بواحد الدعابة اللي كتخليه متميز على زملائه في المهنة والحمد لله الحمد لله الإنسان شوف احنا تربينا في واحد البيئة محافظة نعم وتربينا مع ربنا والدينا على حسن الخلق فهمتي الإطار نعم. مع الناس وتقديم خدمة للناس نعم هذا وخصوصا شوف خصوصا انك ملي كتعيش في حي شعبي في درب غلف اللي فيه التناسق الاجتماعي نعم. اللي نقص دابا بواحد الحدة كبيرة نعم كنا حنا في درب راه كاع الديور اللي في الزنقة 7 كدخلت ليهم انا كاع الديور في الزنقة 7 كليت فيه فهمتي دخل كول هنا شرب هنا طلع الفوق جي كذا نعم حنا كنا ساكنين الدار اللي كنا ساكنين فيها ما يعني في هذيك السبعينات ما كانش عندنا التلفازه كان عندهم التلفازه كلشي كيطلع الدرب كامل كيطلع على دوك الناس نعم. غير باش نحاولوا ان نوروا يعني المستمعين ديالنا حول الحي العتيق باش يعرفوا بان هذا الحي هذا
اللي كيخلينا الان اننا ما كنمروش في واحد البرنامج بلا ما كنترحموا على واحد المجموعه ديال الفطاحل اللي ربوا واحد الجيل وبرز على جميع المستويات داخل الوطن وخارج الوطن. كيفاش هاد الناس هادو اللي كان وضعيتهم الماديه هشه ولكن استطاعوا انهم يكبروا هاد العناصر اللي برزات على جميع المستويات؟ وي دابا الغريب في الامر هو ان الانسان عسيه. كان كل عائله وكل اب عنده 6-7 الاولاد كانوا كيولدوا بزاف. نعم. وكيكبر كل شيء ويقري كل شيء. كتقري 7 أو 8 الدراري. نعم. تقريهم وتوكلهم وتشربهم. والمدخول قليل. في واحد الظروف. المدخول قليل. نعم. يعني الانسان كيتساءل. والله احنا دائما كنتساءل وكنقول كيفاش انا مثلا نقول لك الاب ديالي انا عنده 7 أو 8 ديال الافراد. نعم. وكل شيء وكل شيء كان كيف العيد كل شيء كيلبس كل شيء واكلين شاربين. نعم. وكان يعني الاشتغال ديالو كيشتغل في حاجه بسيطه. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني غريب غريب غريب. نعم. الامر هكذا كانوا الاباء ديالنا كلهم رحمه الله عليهم. وكذلك النقطه الاساسيه نعم كان عندهم كرامه كانت عندهم كرامه وكانت عندهم هذيك النفس يعني حارة. ولكن اللي كانوا كيمتازوا به في الحي العتيق وهو أن الحي كله كان بحال عائلة واحدة. كان هذاك التكافؤ الاجتماعي وهذاك التماسك هو اللي خلى أننا نقدروا أننا نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا له. الحمد لله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. السي مصطفى الوقت كيداهمنا وغادي تكون معنا معاك واحد اللقاءات مستقبليه ان شاء الله باش نتعرفوا كثيرا على السي مصطفى الفنان ديالنا المحبوب. مرحبا اي وقت غادي كبير هذا صافي بليزير. غادي نخلي لك كلمه اخيره وتحياتي لجميع المغاربه وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد وتحيه خاصه لابناء درب غلف وتحية خاصة لأبناء الزيروقات اللي الآن كنت واجد فيها أنا. مرحبا رتاهم من المتتبعين ديال هذا البرنامج. كنت تحية لهم كبيرة وتحية لجميع المغاربة وكنشكرك على هذه الاستضافة الجميلة جدا. مرحبا. نتمنى ونعودها مرة أخرى وتبارك الله عليكم وتحياتي وتقديراتي لجميع المغاربة. مرحبا مرحبا. إذا سيداتي سادتي ما بقى لي إلا نودعكم وإلى حلقة مقبلة مع علم وهرم أو نجم من نجوم الأحياء العتيقة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.